السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في أول لقاء لنا في سلسلة Learning VMware vSphere 7. إن شاء الله النهاردة هيكون أول فيديو لنا، واللي هيكون يعتبر مقدمة سريعة عن فكرة الكورس إن شاء الله. اللي في حضراتكم من حوالي 5 سنين شاف الكورس الخاص بال 5.5 اللي قدمناه على vSphere 5.5. إن شاء الله الكورس ده هيكون ماشي بنفس الطريقة. الكورس ده هنبدأ فيه من الصفر، يعني لو حضرتك ما عندكش خالص اي فكرة او تعرف يعني ايه VMware فيكون الكورس ده مناسب لك، ما تعرفش يعني ايه vSphere هيكون مناسب لك، ما تعرفش يعني Virtualization Technology هنوضح كل التفاصيل ده. فالكورس ده يعتبر لأي شخص عايز يبدأ طريقه في عالم VMware والvSphere والVirtualization Technology ان شاء الله يكون مناسب لي، وبرضو الكورس هيكون مناسب جدا لأي شخص بالفعل درس قبل كده أي إصدار للفيسفير وحابب يدرس الإصدار الأحدث حاليا هو الفيسفير 7. فإن شاء الله برضو الموضوع ده يكون مفيد ليه، لأن فيه اختلافات إلى حد ما كتيرة عن الإصدارات اللي قبل كده، يعني بداية من الفيسفير 7 الموضوع بقى فيه بعض الاختلافات. فإن شاء الله الكورس ده برضو يكون مفيد لأي شخص حابب يعمل بعض التحديثات للمعلومات اللي عنده عن الفيسفير كبرودكت بوجه عام. الكورس ده هو مش هنقول هو كورس بشكل رسمي، لكن هو نقدر نقول كده زي وركشوب كده بنغطي فيه المواضيع اللي في الكورس الرسمي اللي من VMware اللي هو الكورس اللي هو الفيسفير انستول كونفيجر مانج، لكن بعض الاضافات من ناحيتنا اللي احنا شايفين ان هي ان شاء الله تكون مفيده لاي شخص حابب يفهم الفيسفير كبرودكت بوجه عام. طريقه الشرح بتاعتنا ان شاء الله اي موضوع هنشرحه نظري نوضح التفاصيل النظري على طول، ونطبق الموضوع العملي بالتفصيل قدام حضراتكم. طبعا احنا في فيديو لسه ان شاء الله هنشرحه بعد كده ازاي تعمل تبني اللاب الخاص بيك علشان تطبق، لان هي اهم نقطه لو حابب تفهم اي تكنولوجيا بوجه عام، مش هنقول يعني الفيسفير، ان انت لازم تطبق كل شيء بايدك عملي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لان كل ما تطبق كتير هيقابلك مشاكل، هتبدا تكتشف تفاصيل كتيره، ده هيعلي النولج والاكسبيرينس بتاعتك كتير جدا. فبدون توافر لاب عندك هيبقى الموضوع عندك، هتسمع التفصيل النظري، تشوف الفيديو، لو حتى شفت 1000 فيديو لكن المواضيع مش هتستوعبها بشكل كامل 100%. فطبعا ان شاء الله في فيديو جاي بالتفصيل هنتكلم فيه ازاي تبني اللاب بتاعك وايه الاوبشن اللي انت تقدر تتدرب وتجرب كل المواضيع اللي احنا هنشرحها. دي طبعا المواضيع اللي احنا المفروض هنشرحها. يعني انا الصورة دي عاملها، خلينا كده نشوفها على الصورة بتاعتها. يعني دي المواضيع اللي احنا المفروض اصلا هنشرحها، بداية من الانستليشن الخاص بالاي 6 اي، وهنفهم يعني ايه 6 اي بعد كده، لغاية كل المواضيع الادفانسد اللي انا شايف ان هي لازم تكون على علم بيها. طبعا دي المواضيع دي اللي هي المفروض سواء انت بتحضر الكورس معايا او في اي كورس في اي مكان بتذكر سيلف ستادي او غيره، دي المواضيع اللي انت لازم تكون عارفها بالتفاصيل، لان يعني دي كلها الحاجات اللي هتقابلك في الواقع العملي بعد كده. فدي ان شاء الله اللي احنا هنوصل له بنهاية الكورس. طيب سؤال دايما بيبقى الكل يسأله، الكورس ده او المحتوى ده هيأهلك لانهي شهادات في VMware؟ طبعا موضوع الشهادات ديت لها اصلا ريكويرمنت مختلفه خالص عن VMware، يعني في اكتر من فيديو كنت انا عملته قبل كده عن الموضوع ده اللي حابب يعرف فيه بالتفاصيل، لكن اجمالا الفيسفير هي بتاهلك لشهاده اللي هي دي يعتبر الكور برودكت الفيمور الخاص بالداتا سنتر فيرتشواليزيشن. عمليا احنا يعتبر المحتوى اللي احنا نشرحه ده بيغطي لو انت حابب تدخل الامتحان اللي هو الفي سي تي اي او الفي سي بي، يعني الفيم سيرتيفايد تكنيكال اسوسييت او اللي هو الفي سي بي اللي هو الفيم وير سيرتيفايد بروفيشنال. طبعا ده هيبقى في تخصص اللي هو الايه الداتا سنتر فيرتشواليزيشن. طبعا الفي سي دي ده بدايه من فيرجن 7 خلاص ما عادتش اصلا الزام ان انت تاخدها، دي اوبشنال بالنسبه لك، يعني انت تقدر على طول تدخل على الفي سي بي على طول. فالمحتوى اللي احنا نشرحه يعتبر بيغطي الشهادتين الاثنين الفي سي تي اي والفي سي بي. ده كده كان الفكرة سريعة عن الكورس بتاعنا اللي احنا هنبدأ فيه ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم يعني اصل Virtualization Technology،
إن شاء الله يكون في بعض التفاصيل المفيدة للجميع، ونشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.